المخلص والراعي الحقيقي للإصلاح الآن تتوفر الشروط هذه القيادة بمقتدى الصدر. كيف؟ لأن هو لديه الكاريزما الخاصة. ما طول قيادة. اسمحي لي اسمحي لي اسمحي لي, اسمحي لي. حتى الأخوة تشرين عندما خرجت 800 شاب أي. تمام قتل منهم زين. الآن يستطيع أحد يقتل واحد يجرح له متظاهر؟ لا ما يسمحوا للأخوان. بالتالي منو ما يسمحوا له؟ هسه كائن من يكون ما يسمح التيار الصدري بأن يخدشون أي شخص قريب من عندهم ولا حتى من تشرين. وعندما اليوم هذه الخيم والمظاهرات التي أمام مجلس القضاء الأعلى انسحب الأخوة الصدريون لكن شكلوا خيم عنونوها أي. وحدة 800 شاب. يعني هذه القضاء يجب أن يبت بها القضاء عبر الأطر الدستورية. أولا الذي المدانين أو من سبب سقوط الموصل جريمة سبايكر 800 شهيد. لدينا أكثر من مثل ما ذكر الجناب الضيف أكثر من 200 ملف موجود بهيئة النزاهة يجب أن يبت بها. بالتالي الآن نحن مع القضاء ونسند القضاء.